خرجوا من أرضهم هربا من الموت، فلم يكن للموت سلطانا عليهم. كيف يطرد واحد ألفا ويهزم اثنان ربوة لولا أن الرب سمح بذلك؟ نظروا كيف تسلب أموالهم بإهانة، فانفتحت بصيرتهم لينظروا الأمجاد المعدة للمؤمنين. تشردوا، جاعوا، عطشوا، وخافوا، فغمرهم الرب بسلامه، حنانه، وأحضانه الدافئة. لماذا كل الذي حصل؟ ولماذا سمح الرب بهذا؟ هل سيعودوا لديارهم أم يغادرونها للأبد؟ صرخ الكهنة للرب وناحوا بالمسوح، وجهوا الناس للتوبة والصوم بقلب واحد. صبروا وتأملوا بكلمة الرب، فبدأ الظلام ينحسر والصبح يظهر. سمع الرب من السماء تواضع شعبه، فرح بوعدهم بالرجوع عن طرقهم الرديئة، فغفر خطيئتهم وأبرأ أرضهم، فعاد وأنعشهم بحنانه الدافئ. دان الأشرار على فعلتهم بأولاده، ورد سبي مؤمنيه بأملاك جزيلة. هذا ما حصل في أيام القدم، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. فهل نقدر اليوم أن نسلك بنفس تلك التوبة والعودة الجماعية بقلب واحد كي نختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة؟ عالمين أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده.